عايز اسالكم كلكم مين مثلكم الاعلى، يعني مين اللعيبه اللي انتوا بتحبوها قوي وشايفينهم مثل اعلى بالنسبه لكم؟ هبدا بيك يا عمر. بالنسبه لي right now from Arsenal William Saliba. اعتقد ان ساليبا من ارسنال هو افضل لاعب بالنسبه لي. سندا باك، نلعب في نفس المركز في قلب الدفاع، فبالتالي yes, نعم. I watch a lot of Arsenal's matches. انا اشاهد كثير من مباريات ارسنال. الان ويليام ساليبا هو افضل لاعب بالنسبه لي. مين من مصر بتحبه في المركز ده لو انت بتابع الكره المصريه؟ الجازي، احمد حجازي. طيب نفس الامر ابراهيم، مين مثلك الاعلى في الكوره عالميا او محليا؟ يعني the best player ever، ليونيل ميسي. ليونيل ميسي طبعا the greatest، الاعظم في التاريخ. دي الاجابه السهله. يعني انا دلوقتي لو سالتني مين مثلك الاعلى في كره القدم اقول لك ليونيل ميسي عادي. Of course it's the easiest answer but it's also the truth. نعم اسهل اجابه لكنها لكنها حقيقه طبعا، لكنها المثاليه طبعا. مين في مصر هنا من اللعيبه اللي انت بتشوفها؟ محمد صلاح 100%. محمد صلاح هو افضل لاعب بالنسبه لي. جايب الاجابات السهله انت الصحيحة. It's the truth. So. نعم إنها الحقيقة. طبعا. طيب سيف، مين مثلك الأعلى عالميا ومحليا؟ كانسيلو. 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 إنه بيلعب نفسي ظهير يمين وظهير يسار، ففي تشابه في المراكز عشان كده. ليه بيب جوارديولا زعل كانسيلو أو كده؟ متابع أنت؟ متابع. الراجل كان عالي قوي وفجأة بيب جوارديولا قال اطلع بره. غريبة جدا. ما عندي شيء فكرة عن الموضوع. مين في مصر بتحب تتفرج عليه؟ امام عاشور. امام عاشور. ايوه عظيم جدا. هي القناه في قصه انت بتشجع مين في مصر؟ بس نشوف الاول مع سالم. سالم، مين مثلك الاعلى عالميا ومحليا؟ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو احسن لعيب في الدنيا. احسن لعيب في الدنيا. انا معاك. اللي هو عامله في ميسي هنا هيزعل، بس انا معاك في كريستيانو. راح كذا دولي ولعب وورد الدنيا. اللي هو مين في مصر؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. عظيم جدا. طيب أسألكم، بتتابعوا كرة القدم المصرية بشكل جيد؟ فرق مصرية، دوري مصري بتتابعوا حتى لو على فترات؟ بالأمس شاهدت مباراة الأهلي يلعب. أنا أشاهد بعض الفيديوهات على اليوتيوب للفرق المصرية أحيانا بالطبع، وتابع المنتخب المصري. بتحب مين في مصر فريق؟ زمالك. زمالك. الأهلي. تحب الاثنين؟ إيه كا I love the most club. طيب مالك. Of course my dad is a big الأهلي fan. أنا أبي مشجع كبير النادي الأهلي، فبالتالي أنا at the home. نتابعه كثيرا في البيت، فبالطبع أنا أتابع الأهلي وبالطبع نتابع الزمالك، وأنا أيضا أتابع الزمالك بالنسبة لي. طيب هو افضل، هو الفريق المفضل بالنسبه لي. عبد الرحمن. انا ممكن اتابع الزمالك اكثر. تابع الزمالك. لان عيلتي كلها زملكاويه، فعشان كده ممكن اتابع الزمالك. بتحب امام عاشور؟ امام عاشور. بتحب امام عاشور لما كان في الزمالك ولا بتحبه في الزمالك والاهلي؟ الاثنين، لانه مادي كويس هنا وهنا. كده كده بتحبه في الاثنين. طيب سالم. زمالك. زمالك. عيلتي كلها زملكاوي، ابويا كان بيلعب في الزمالك. انا ثلاث بقى بفرج على الماتشات. بحب شيكابالا وزيزو قوي يعني. كلهم. عظيم جدا. انا حابب اشكركم شكرا جزيلا، اتمنى لكم يا رب كل التوفيق الفتره اللي جايه مع منتخباتنا الوطنيه. ان شاء الله نتقابل بعد كام سنه كده، وانا بقول ان انا معايا اعظم نجوم في العالم باذن الله. نشكركم شكرا جزيلا.